نقدم لكم ليجا كاين فاطمه بوجو فرح امحا سي نبيل عاطف. هذه اول مشاركه ديالي في الدوره السادسه ديال مهرجان الدراما هنا بمدينه مكناس. مشاركه كتمثل في فيلم تلفزي من انتاج القناه الثانيه، مسلسل فيلم اشاعه عفوا، فهو فيلم تلفزي اشاعه اللي من اخراج مصطفى مضمون. فالمشاركه ديالي في الدوره السادسه ديال مهرجان مكناس فهي جات بفيلم تلفزي من انتاج القناه الثانيه، فيلم اشاعه اللي كيف تبعتو نتوما وتبع جمهور كريم الساكنه ديال مدينه مكناس، اللي كنتمنى من عند الله اننا ما نكونوش ضياف ثقال عليهم وكيف رحبوا بنا واستقبلونا بصدر كبير. فكنتمنى من عند الله ان نكونوا عند حسن الظن ديالهم. فهذا الفيلم هذا اشاعه، فهو كيبدل المسار ديال الحياه ديال واحد الانسان عن طريق اشاعه. فكيف شاف الجمهور وكيف شفتوا نتوما وكيف كنتمناو من عند الله ان الجمهور التلفزي يتفرج فيه عما قريب ان شاء الله ويلقى حسن الظن ديالو. حاجه اخرى، فانا بغيت نتكلم انا على المهرجان. فكيف قلت هذه اول مشاركه ديالي، هنا اول خطره كنجي هنا المهرجان ديال مكناس، ولكن في نفس الوقت كنوه بالعمل الكبير اللي كيدير سي محمود، كنوه بالعمل اللي كيدير له هو الطاقم ديالو في انجاح هذا المهرجان هذا. وكنظن ان الدورات اللي دازو من قبل فحتى هما كانوا في نفس المستوى ديال الدوره السادسه، وكنتمنى من عند الله ان الدورات المقبله يكونوا اخير واخير واخير. توت اون ساشون كو هادشي اللي شنا اليوم، اللي شنا في هاد الاسبوع هذا، فمهرجانات وطنيه كبيره ما كيديروش ولو 10% من هادشي اللي كيدير محمود. الطاقم ديالو كله تبارك الله وصلى الله، كنقولوا ما شاء الله. وهذا الحب ديالهم للفن والحب ديالهم للتلفازه المغربيه، اللي هو في نفس الوقت هي الناس اللي كيتعاملوا في التلفازه اللي ما خداوش الانصاف في مهرجانات وطنيه، فهاد المهرجان ديال مكناس هذا كيعطيهم اون سيغتان ريكونيسونس.